وهي دعوة سلفية، لكن شوها أعداء الله هذه الدعوة وقالوا الوهابية المبتدئة التي فعلت، وهم الضالون المبتدعون. فأنا أنصح الشباب عن التفسيرات الخاطئة دي. والدولة الحمد لله الدولة السعودية دولة التوحيد، دولة مسلمة الحمد لله تحكم بشرع الله، هي دولة التوحيد الآن، ليس على وجه الأرض دولة دولة توحيد تحكم على الشريعة الإسلامية غير هذه الدولة الآن. فأنا أنصح الشباب عن هذه التفسيرات الخاطئة وهذه التوهمات الخاطئة، يقولون فلان يقصد كذا.